هوية بريس. أظهرت صورة خاصة توصل بها موقعنا طائرة من نوع هليكوبتر وصلت لدوار إغران التابع لجماعة تمرود في إقليم شفشاون في ظل تواصل عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان من قاع البئر. وقالت مصادر إعلامية من عين المكان أنه لحدود الساعة وبعد مرور أكثر من 60 ساعة على سقوط الطفل ريان فإنه يتنفس لكنه فاقد للقدرة على الحركة، كما أن عمليات الحفر تتواصل وقد وصلت إلى حدود اللحظة، وقد تم توسيع محيط الحفر ليصبح على شكل نصف دائري حول البئر. وزادت المصادر ذاتها، كانت تحوم قبل قليل طائرة هليكوبتر فوق المكان ونزلت وراء الجبل المقابل لنا، يرجح أن يكون على متنها مسؤولان كبيران. وتتواصل الحشود التوفد على المنطقة قادمين من مختلف المدن، من بينهم صحفيون ومتطوعون، لكن السلطات أبعدت كل الجماهير عن مكان الحادث بحوالي 50 مترا ومنعت بشكل نهائي الاقتراب من البئر. نسأل الله تعالى أن يخرج الطفل ريان سالما من البئر معافا بإذن الله.